كنشكرو السي احمد طلال على الدعوه ديالو، والله يجازيه بخير، فدائما كيقدم لنا الدعوه، والحمد لله هذا شرف لينا باش نتواجدوا ما بين الحضور الكريم ونحضروا لهذا الفوج اللي غادي تخرج، اللي كنتمنوا فوج اللي غادي يعطي واحد الاضافه للصحافه المغربيه، لا المكتوبه لا المسموعه لا الالكترونيه، والحمد لله فيه شباب اللي كنتمنوا لهم التوفيق والله يوفقهم لما فيه الخير. وشكرا للسي احمد طلال والمعهد العالي للصحافه على الدعوه ديالهم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.